أخذنا بالمحاضرة الأولى مقدمة عن اللحام، ذكرنا تعريف اللحام وشفنا بعض الفيديوهات تشرح لنا عن اللحام، بعض الليميتيشن اللي باللحام، أي مينيمم أي ماكسيمم، الثروت سايز 0.707A. كانت إذن هاي المحاضرة الأولى هي عبارة عن ثقافة. الآن نجي ندخل بمتطلبات المانيوال، ندخل هسه بمتطلبات المانيوال. strength of folding، هذا الكلام موجود في الجزء 16 صفحات من 98%. The design strength of welds is taken as the smaller of the design strength of the base, expressed as a function of the yield stress of the material, and the design strength of the weld electrode FW, expressed as a function of the strength of the electrode FEXX. يقول هيا راح تكون بدلالة الأف. فإذا راح تطلع عندي قانون، يعني القانون الأول يقول مقاومة اللحام تساوي مقاومة الإجهاد على البيس ميتال مضروب بالأريا على البيس ميتال. أنا قاعد ألحم قطعتين، فممكن القطع يصير بها الفشل مو باللحام، يعني من أصلت تنسايل أو أصلت شير على هذا اللحام أشوف اللحام يبقى سلامات ما ينكسر، وإنما القطع اللي إحنا لحمناها هي نفسها تنكسر. فهنا بما أن الفشل، الفشل راح يحدث بالبيس ميتر، أكو مصطلح بيس ميتر، إذا القطعة اللي دن نلحمها. ثانيا اللحام نفسه ينكسر، فشو تساوي قوة جهاد اللحام اف دبليو مضروب في الاريا دبليو. لاحظ هنا، هنا اريا بيس ميتر هي الثيكنس مالت اللحام مضروب في الطول. لاحظ ثيكنس مال البيس ميتر، اريا بيس ميتر هي تي مالت القاعده مضروب في الطول، طول اللحام. بينما الاي دبليو هو مو الثيكنس ماله، وانما الثيكنس مال من الثروت مال اللحام اللي هو 0.707A مضروب في الطول. قيم فاي واوم واف دبليو موجوده في الجدول 2.5، هذا هو الجدول. انا اقتطعت لك الجزء المهم من الجدول. بالنسبه للبيس ميتال هو يتبع موضوع شير بلوك، البيس ميتال يتبع موضوع الشير بلوك. الفاي مالته هو نفس الفاي مال الشير بلوك والاوم. اوكي، وكذلك قيمه ال الاف بيس ميتال هي اف واي تضرب في 0.9، اف واي يعني الويلد ستريس، والربشر ستريس الاف يو تنضرب في 0.707 الى اخره. اما اللحام فدائما الفاي مالته 0.75 والاوم 2. قوة اللحام شو تساوي؟ تساوي 0.6 اف اي اكس اكس. الاف واي مالت الالكترود اف اي اكس اكس هو الاف واي مال الالكترود ينضرب في 0.6، يعامله معاملة الشير. ليش؟ لان اللحام مهما كانت القوة تنشن كومبريشن وبما راح يفشل، يفشل بالشير، واحنا دائما الشير الاف واي نضربها في 0.6. هذا طبعا ما يستوجب بالامتحان نقعد ندور عليه، احنا نحفظ الفاي مالت اللحام 0.75 والاوم 2 والقوة 0.6 اف اي اكس اكس. من التطبيقات المهمة اتجاه قوة القوة المسلطة على اللحام، احنا قلنا بان الفشل هو شيء يكون، يكون شير باللحام، غير الشير ماكو. فاذا ممكن تجينا قوة موازية للحام، ممكن تجي قوة عمودية على اللحام، ممكن تجي قوة مايلة بزاوية ثيتا عن اللحام. سووا مجموعة تجارب لقوا بأن قوة اللحام تخضع إلى هاي المعادلة، 1 + 0.5 ساين مرفوع القوة 1.5 ثيتا، حيث أن ثيتا هي الزاوية المحصورة ما بين القوة المسلطة ومحور اللحام. أقل قيمة لما ثيتا تساوي صفر يطلع الجواب 1، يعني معناها ماكو ريدكشن فاكتور، 1. وأكبر قيمة لما الزاوية 90 باي اوفر 2، ساين الباي اوفر 2 1، 1 الاس 1.5 يبقى 1، في نص يطلع 1.5. إذا كانت الزاوية 90 يعني القوة عمودية على محور اللحام، فالقوة راح تزداد ما مقداره 1.5. زين، وإذا كان عندي weld combination، ما معنى weld combination؟ يعني عندي لحيم القوة باتجاه المحور، نسميه اللحيم الطولي،
والنوع الثاني نسميه الحيم عمودي على الاتجاه. هنا نسميه هالمصطلحات longitudinally loaded fillet weld. longitudinally loaded fillet weld. الثاني transversely loaded fillet weld. اللحام المحمل طوليا يعني القوة ويا اتجاه اللحام اللي هو ال RWL longitudinally. واللحام الثاني transverse تكون القوة عمودية. فبهالحالة شو يسوي؟ يسوي ما يعرف بال weld combination. أي يقول القوة الكلية لهاي المجموعة مال اللحام الجروب of weld يساوي غض النظر عن الاتجاه RWL زائد RWT يعني اجمع كل الاطوال وخلينا نقول بالعاميه ثول الموضوع باتجاه تاثير الزاويه. هاي المعادله. والمعادله الثانيه اخذ 85% من مقاومه اللحام الطولي واخذ مره ونص من مقاومه اللحام العرضي اللي هو تكون القوه عموديه عليه. اخذ ايهما اكبر the greater of. اذا هذه هي قاعده اذا كان عندي اللحام مركب. هذه اول مساله ومساله مهمه راح نركز عليها يعني خلينا نقول هاي السنه مالتنا المضغوطه ما راح ناخذ هواي تطبيقات باللحام. فهي اول مساله راح ناخذها نحاول نركز عليها. أبليت نصف في 8 of A36 steel is used as a tension member and is to be connected to a 3x8 inch thick gusset plate as shown in figure. The length of the connection cannot exceed 8. يقول هاي المنطقة مال اللحام عندك محدد بالطول. هاي المنطقة ما تتجاوز 8 inch. And all welding must be done on the near side. وكل اللحام يجب أن يتم على النير سايد يعني قدام وجهك يعني ما عندك لحام بالخلف. يعني اللحام راح يصير راح أشير بالماوس على هاي المنطقة فقط. أكو احتمالية واحد يلحم خلف المقطع بهذه المنطقة. هنا نجي قلنا بالمنطوق كل اللحام راح يكون بالنير سايد. Design a well to develop the frontal capacity of the member. شوف هنا ما مطينا القوة بس قال صممونا هذا الكونكشن بحيث نحصل الفول تنسايل كاباسيتي. يوز يو تساوي 0.87. اوكي يعني راح ناخذ اريا جروس. هاي هنا نبدا نطلع اول خطوة بالتصميم. انا قلت لكم بالمحاضرة مال البولت بان احنا موضوع الكونكشن هو اجى تكملة للمواضيع اللي اخذناها. فشوفوا هنا الخطوة الأولى موضوع التنشن. فاي اريا جروس اف واي طلعت القوة 129.6. اوكي. فروم نت اريا راح ناخذ فاي تنشن للنت اريا 0.75. اريا نت انت ما عندك براغة حتى تاخذ اريا نت فتاخذها كما هي. اريا نت هي نفسها 4. تنضرب في اليو 0.87. نضرب باليو في 0.87. اوكي في الاف يو طلع 151. ناخذ ايهما اقل. هذه هي الكنترول بالتصميم مالتنا. اذا هذا المنبر مالتنا بغض النظر اكو براغي او اكو لحام او اكو منبر ثاني هذا يتحمل فول تنسايل 129. نجي الى موضوع اللحام. هذه اول خطوه باللحام. اول خطوه تطلع مينيمم سايز. لاحظ نرجع للشكل. أنا دا ألحم هاي القطعة اللي السمك مالتها 3x8 مع القطعة اللي سمكها نصف أيهما أقل؟ النص لو 3x8 الجواب 3x8. أروح لهذا الجدول اللي هو جدول الثيكنس هذا مينيمم سايز أوف فيلت ويلد. أنا دا أتحدث عن 3x8. 3x8 أكثر من الربع يعني هنا أنا صاير بهاي المنطقة بين الربع وبين النص. إيش قد مينيمم سايز؟ 3x16. أوكي خلص أرجع. فإذا المينيموم سايز هو 3x16 من الجدول 2.4. الماكسيموم سايز لاحظ أنا شنو اللي قاعد ألحمه؟ ألحم النص فوق ال 3x8 و 3x8 فوق النص. يعني اللحام على اليمن راح ينبني. هذا اللحام على اليمن راح ينبني. 3x8 مو يمه، فوقها راح يلحم اللحام. اللي راح يلحم عليه راح ينبرم على اللحام هو النصف. فإذا الماكسيموم سايز يساوي نصف ناقص 1/16. إذا هذه النص مو ماكسيمم ومينيمم. هذا أين سوف يبنى اللحام؟ وين اللحام راح يعني خلينا نقول
راح يعلو. فنصف نصف ناقص 1 على 16. ليه صارت 1 على 16؟ لان هذا السايز اكبر من ربع. اوكي، فطلع جواب 7 على 16. اذا انت لك حق تلحم من 3 الى 16 الى 7 على 16. عاده احنا نعطيكم بالامتحان استعمل ربع. فانت ايش راح تسوي؟ راح تقارن هل الربع اكبر من المينيمم؟ نعم. هل الربع اقل من الماكسيمم؟ نعم. اذا هذا اللحام ممكن ان نعمل به مناقشه بعد. اريد نسولف شنو اللي نحصله لو لحمنا لحام بالمينيمم سايز. الجواب راح يكون لحام طويل، يعني تحتاج، لان هي كانما الاريا اوف ولد ثابت. فانت اذا زغرت الاي السايز اوف ولدنج بالنتيجه تحتاج الى طول اكبر. زين، واذا استعملت اي ماكس راح احتاج طول اقل. زين، ياهو منهم زين هذا لو هذا؟ الجواب طبعا هو كل ما كان الطول اقل كل ما يكون عندنا عامل اقتصادي. ليش؟ لان يعني مساله الكونكشن تعتبر ضياع، يعني من يعني داخل قطع على قطعة من أجل اللحام، هذا تعتبر ضياع بالحديد بالمعدن، فغير اقتصادي. فإذن استعمال أي ماكس يعتبر جانب اقتصادي. لكن كيف أحصل أنا على سايز عالي؟ الجواب راح أجري مجموعة لحامات، يعني أنا ما أقدر ألحم اللحام اللي بالعمل ما يقدر يلحم السبعة على 16 مرة واحدة، يراد لفت قاطين يروح ويجي أو مرات ثلاثة. هاي العملية بناء اللحام بطبقات راح تسبب لنا ضعف باللحام. فاذا نقول كل ما زغر السايز اوف ويلدنج كل ما يكون اللحام كفو، موست افيشنت، مصطلح موست افيشنت. بينما كل ما كبر اللحام راح يصير موست ايكونوميك. فانت بين اثنين ان بتوين. انا عندي بهاي المساله محددني السايز 8 انش، فانا راح امشي على الربع. إذا كفتني الثمانية إنج أوكي بانشي على الربع، بس إذا ما كفت أضطر أزيد الربع حتى أحقق هذا المطلب بين السايز يساوي ثمانية. هاي نرجع، هذه كلها طلاب، هذه طلعت تاني على الموضوع، هذه مناقشة. مناقشة أريد نفتهم شنو مينيمم سايز شنو ماكسيمم سايز. أوكي، الفلت سترينث، بس أريد أنا أطلع هذا القانون. شوفوا طلاب، هذا القانون عندي، هذا وهذا RN يساوي FW area web، والثاني RN F base metal area base metal عفوا area weld. اوكي، فنجي هسه على الفيلت سايز فاي RN. الفاي للحام 0.75، الاف اي اكس اكس تنظر في 0.6 قلنا هاي شير سترينث، الثروت للسماو 0.707 طبقناها طلع، ما ضربت في طول. ليش؟ يعني بعدني ما محدد الطول، فاضربه في واحد، في وحده واحده، فطلع الجواب 5.567 او 5.57 كبر انج. يعني ليش انا ضربت في واحد فطلع لي اللحام لواحد انج. البيس ميتر بها قانونين، واحد يسموه شير يلد والثاني شير رابتشر. الشير يلد راح اقول فاي للشير 0.6 FY في التي، الفاي تساوي واحد في موضوع الشير، لما أخذنا الشير بالبين قلنا الفاي تساوي واحد في 0.6 FY في التي. هنا أنا راح أشوف السمك الأقل بهذه بالقانون، هنا راح أستعمل السمك الأقل. أنا هنا أنا لاحم 3 على 8 ونصف، فإذا ممكن القاعدة هاي تشقق يصير بيها شون الشير بلوك. أخذنا الفاي تساوي واحد طلع الجواب 8.1 كبر إنج. لنفس البيس ميتر راح نأخذ شير رابتشر سترينث 0.75 0.6 FU في 3 على 8 طلع 9.78 كبس. الآن عندك ثلاث محددات. محدد الأول طلع لك اللحام يتحمل 5 و5 بالعشرة والآخر، والثاني البيس ميتر شير يلد يطلع 8 يتحمل، والبيس ميتال شير رابتشر طلع يتحمل 9. طبعا اكيد الكنترول ايهما اقل، هذا الكنترول. اذا لو لحمت لحام طول هذا اللحام 1 انج
راح أعمم قوة مقدارها 5 و 6 و 8. زين القوة المسلطة أنا عندي 129 تقسيم 5 5 6 طلع الجواب أنا أحتاج 23 إنج. أنا أحتاج 23 إنج للحامل كلي. تعال هاي ال 23 إنج وزعها هنا عندك هاي المنطقة 8 هاي 8 16. لا ما نفكر فيك أول مرة نقول هذه إيش قد هذه 8 23 و 3 بالعشرة راحت من عدها 8 إيش قد بقى عندنا؟ بقى عندنا تقريبا 15 15 على 2 تطلع أن هاي 7 الحمد لله السبعة ونص هذه أقل من 8 نجي نشوف حساباتنا الرقمية طلع الطول اللي نحتاجه 23.28 طرحنا منه 8 مالت الوجي تقسيم 2 شنو 2 من فوق ومن جوا إيش طلع الطول 7.64 إنش هذه أقل من 8 إنش إذن اللحام مالتنا راح يصير على شكل حرف يو لاحظ هاي القوة هاي القوة راح تكون عمودي على هذا اللحام وموازية لقطعتي اللحام العليا والسفلى إذن راح نرجع إلى موضوع هذا اللي أخذناه هنا ما يسمى بالويلد كومبينيشن أول مرة يقولك اهمل هاي الظاهرة نعم هسه إحنا بعمليتنا لما حسبنا وطلع لنا الطول 23.28 همنا ظاهرة اللحام الطولي واللحام العرضي أوكي فحصلنا 8 7 و 6 بالعشرة 7 و 6 بالعشرة الآن راح نجي ناخذ ما يعرف بالويلد كومبينيشن الويلد كومبينيشن شي يقول يقول بين اللحام العمودي على القوة ضربة في 1.5 صارت قوة تجد 8 3 5 واللحام الموازي للقوة بمن الضربة في 4.73 أوكي الآن نجي نطبق القانون راح نقول القوة الكلية 129.6 ناقص 8 في 8 و 3 بالعشرة ونص تقسيم 2 في 4.733 هذه هي مقاومة يعني شوف جزئنا 8 ضربناها بقوة 8 و 3 بالعشرة وال اللحام العرضي قسمناه على 4.733 طلع الجواب 6.63 هو يقول أخذ أيهما أكبر فما راح ناخذ الـ 66 راح ناخذ جد ناخذ السبعة عفوا آسف أخذ أيهما أكبر كقوة أيهما أكبر كقوة شو يعطيك يعطيك أقل طول راح ناخذ الـ 66 آسف نعيد الكلام احنا بالمنطق هو يقول اخذ ايهما قوة ايهما قوة ايش راح يعطيك اقل طول فانت عندك 7 و64 وهذه 66 فاذا راح ناخذ 66 هي هاي الكنترول اوكي شلون راح نوزعها 8 هذه طبعا دائما نجبرها الى اعلى نص باللحام بالبليت الى اعلى ربع بالبراغي الى اعلى برغي عدد هنا باللحام إلى أعلى نص فأنت 6 6 3 وراها 6 ونص قدامها 7 فإذا اللحام راح يصير 7 ب 7 ب 2 هذا انتهى موضوع اللحام لحد هنا انتهى موضوع اللحام مسألتنا هذه تابعة لموضوع التنشن ممبر مثل ما تدرون التنشن ممبر لازم تشيك شير بلوك جينا هنا تشيك شير بلوك ما راح نطرح فراغات فالحلو بموضوع الشير بلوك باللحام بين عندك اي جي في هي نفسها اي ان في يعني ما تحتاج تطرح فراغات فتطبق بالقانون مباشرة الاي جي تي كذلك نفس الاي ان تي وين راح يصير عندك شير راح يصير عندك شير بهاي السبعة وهاي السبعة ويصير شير عندك وين بالوجي اللي امامنا اللي هو الثمانية اوكي فطلعت عندي الار ان تساوي 287 هي أكبر من القوة المسلطة الشير بلوك تشيكت حد هنا انتهت هاي المسألة الوحيدة اللي مثلها راح يجي عندنا بالامتحان النهائي كل اللي راح أسوي راح أغير بالأرقام فاللي أريدك تضبط هاي المسائل وتضبط الجداول المتعلقة بها يعني شنو عندك أول جدول هو المينيمم سايز بعدين هنا ورا ما قررت السايز راح تطلع عندك القوة ذني القوة ثلاثة تأخذ أيهما أقل بعدها تحسب طول اللحام مرة بإهمال موضوع الترانسفيرس ومرة ثانية تضرب الترانسفيرس في 1.5 واللونجتينال تضربه في 0.85 أو ما يسمى بالباراليل أوكي
تحسب الطول الجديد، تأخذ الطول الأقل من الطول من المحاولة السابقة والطول الآن، توزعها ثم تشيك شير بلوك. هوم وورك، هذا الهوم وورك للاطلاع، ما أقدر أجيبه بالفاينل لأن هذا بس أنا أمرد أشرح لك فد شيء. باللحام يجب أن ينطبق هاي العبارة، أخذها يعني بدقة حتى تظل في مسمعك كمهندس مدني. باللحام يجب أن ينطبق مركز اللحام مع مركز القطعة اللي تلحمها. مثلا هنا أنا عندك 2L 3.5 × 5/16، هنا أنا لحم لحام متناظر، هذا ممكن لكن راح يصير عندك فد موضوع اللي هو ناخذ احنا بالدراسات العليا اللي هو راح يصير عندنا تورشن على اللحام. فاذا حتى نتجنب هاي الظاهره نطلع سنترويد اللحام مال الانجل ينطبق على سنترويد الانجل. هذا الهوم ورك ما مطلوب فقط للاطلاع. هاي المساله اللي هي دا اتحدث عنها يجب توزيعها بشكل متناغم. هاي الشانل، هذا الشانل ممكن الشانل، ليش؟ لان هذا اللحام مالته متناظر. هاي بالضبط نفس المسألة اللي قبل شوية حليناها باستعمل شانل، واللحام راح يكون بهذا. هنا شنو فرقه؟ انت هنا تلحم على اليمن على التي ويب، فتاخذ نظر الاعتبار التي ويب. اوكي، نفس المسألة اللي قبل شوية احنا حليناها، هذه المسألة الأخيرة الهوم ورك مال الشانل، يعني كان ما نقول هو هذا مطلوب طلاب، هذا مطلوب لأنه بالضبط مثل حل المسألة السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه آخر محاضرة لهذا العام الدراسي.